كل التحيات لكل الأصدقاء متابعين هموم الناس مشاكل واحد والكل. اليوم معكم من وقت الحديث عن الكورونا. الكورونا نمبر 1، كل الأمراض طاحت على جنب، ما بقى في شيء، كل العالم نسيوا كثير من أوجاعهم من أمراضهم وبيقولوا بس زيحوا عنا الكورونا. طبعا بكل العالم كل الخبراء كل الناس منكبين مهتمين لحتى يقدروا يقولوا هذا هو العلاج المناسب، وكورونا باي باي إلى اللقاء بمرحلة من خلالها نقدر نقضي عليها نهائيا. بإطار كل المواكبة والمتابعة رح يكون ضيفنا اليوم ببداية اللقاء مستشار معالي وزير الصحة العامة الدكتور إدمو عبود. أهلا وسهلا فيك. بجور أهلا فيك. رح نحكي كورونا بامتياز اليوم، كورونا بلس، يعني بدك تطول بالك لأنه كثير في أسئلة عنا. وطبعا مفترض مباشرة عبر سكايب يكون معنا أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، من شوي كان حاضر معنا، بتمنى إذا كان عم بيتابعنا وبشوف تلفزيون لبنان يرجع يكون معنا، لأنه بناء على طلبه رح نبدأ هذا اللقاء معه لحتى يقدر يتابع اجتماعاته وأشغاله. كان حاضر من شوي جورج، هلأ غايب عن السماء. نعم، إذا تحت يحضر من نبدأ مع دكتور إدمو عبود مستشار وزير الصحة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور. اليوم نحن عم نحكي عن الكورونا وزمن الكورونا، وللأسف يعني هذا التوصيف وهذه الكلمة، ولكن مؤتمر صحافي لمعالي وزير الداخلية والبلديات من كم يوم يعني دق ناقوس الخطر وقال يا جماعة انتبهوا، نحن ما بقى عم نتغنج، عم نحكي نحن بإطار لا بدنا نمنع ورح نمنع سنقمع. قديش كان جدي بكلامه، دليل على خطورة المرحلة. نحن اليوم بالمرحلة الثالثة وبيقولوا صرنا تقريبا على عتبة الرابعة على بيبه. قديش مهم نقول أنتو كوزارة مع هذا التشدد بتطبيق الإجراءات؟ أوكي. إذا بتسمح لي، إذا بتسمح لي استعرض المراحل من البداية لهلا للمشاهدين يعرفوا شو هي المرحلة الأولى والثانية والثالثة وعلى أساس يعني خلصنا من مرحلة فتنا من مرحلة. وبتأمل إنه المشاهدين كلهم قاعدين ببيوتهم هلا عم يحضرونا من بيتهم، عم يلتزموا بالتعليمات وما عم يتنقلوا يعني. نعم. المرحلة الأولى يعني أول ما بلشت أزمة الكورونا، إذا بلشت بالصين بوهان بديسمبر جانوري، أخذت ضجة عالمية بأول شباط. وزارة الصحة اللبنانية حطت خطة مواجهة لهالفيروس عن طريق مصلحة الطب الوقائي والترصد الوقائي. انحطت خطة المسافرين يلي بيجوا من الصين على مطار رفيق حريري بنعمل لهم فحص كلينيكال، بيعبوا استماره. نعم. اللي عنده عوارض بياخذوه على مستشفى رفيق الحريري اللي جهز لحالات الكورونا، واللي ما عنده عوارض بيعمل حجر صحي منزلي ل 14 يوم، وهيدي كانت ريكومنديشن دبليو اتش او. الصين مركزين على الصين، بيجي حالات بكم ايران، سو تنكمش حالي قبل ما تفوت على لبنان، سو بيصير التركيز على ايران وعلى الصين. اوكي، نفس الشيء كل حدا جاي طيران واصل من ايران بينعمل له حجر صحي يا بالبيت اذا كان ما عنده عوارض، والوزاره بتتابعه كل يوم بدق له، او بفوت على مستشفى رفيق الحريري اللي مجهز بشكل كامل. سو هيدي المرحله الاولى. كهيدا اجيك حالات مش متوقعه، يعني انت كنت مركز كدولة كوزارة كأجهزة على أماكن موبوءة، تجيك حالات من أماكن تقطع مش محطوطة على الليستة، ما كانت بعد معروفة. نعم. مثل إذا بنسمي مثل مصر، مثل يونايتد كيندم، بعدين إيطالي أول شيء ما كنت مبينة هيك، بعدين فاتت حالات أنت ما كنت عارف فيها وانتشرت، حالات معدودة. نعم. بس نكمش انه في حالات مرضى بلبنان مش معروفه المصدر، بلشنا خلصت المرحله الاولى، بلشنا المرحله الثانيه. نعم. وهيدي تقريبا باخر شباط اول اذار. طلعت وزاره الصحه مع وزاره التربيه اعلنوا تسكير المدارس والجامعات. هيدي كانت المرحله الثانيه. المرحله الاولى خلصت، كان في وقايه اذا بدك كونتينمنت، عم نحاول ما نفوت. نعم. خلصت هالمرحله باول اذار، صارت المرحلة الثانية بتسكير المدارس والجامعات. المرحلة الثالثة
ناخد اتصال. تسمح لي؟ ايه اكيد طبعا حبيب قلبي. انت بتتقدم. اتصالنا مع جورج كتاني امين عام الصليب الاحمر اللبناني صار جاهز. الو 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 استاذ جورج عم تسمعني؟ عم بحرك تبعي. ايه عم بسمع. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، شرفتنا. الله يخليك استاذ جورج. يعني بديهي اليوم نحكي المستلزمات الطبيه اللي كثير انحكى فيها، يعني انت اشرت بعجقتك بهذه المرحله انه انتبهوا يا جماعه، اللي نحن بحاجه له ابتدى يستهلك وقد يكون غير موجود، والسوق السوداء عم تلعب دوره. قديش مهم اليوم عبر تلفزيون لبنان حضرتك انت انطلاقا من مركزك كامين عام للصليب الاحمر اللبناني ترجع تعيد هذه الصرخه بصوت عالي لحتى يتابعوها معنا المعنيين؟ شوف خلينا نكون استاذ نقول ايجابيه شوي بالموضوع. نحن من 5 شباط بلشنا نستجيب للكورونا. كان سسبكتد، كان في شك ولا كان في كونفيرم. وبتعرف 21 شباط بين اول شغله اول حاله. نحن نحن كنا مجهزين، عندنا كونتنجنسي بلان كانت واضحه. بتصور وحدين كنا مجهزين. نعم بهذا الموضوع. هالستوب استعمل. انت بتعرف الاكويبمنت اللي عم نلبسها في لها معايير ولها خصوصيات مهمه تتحمي المتطوعين. نعم. لهالسبب هذا الموضوع موضوع اساسي. وصلنا نحن هلا بعد شهر وشوي، يعني شهر ونص اذا بدك، عم نستعمل الماتيريال. بين عندنا 3 مشاكل اساسيات. اول مشكله ستوك عم يستنفد. في نداء انعمل مع الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر، عم نحاول نامن بالبرة اضافه للجنه الدوليه. ثاني شيء الانترميديت، لانه في الفول بي بي ايز كل هالاكويبمنت مع الانترميديت اللي عم نحكوا عنه، لانه صار حالي فلو ما بتعرف اذا مثل ما قلت صرنا عم عباب الفيز نمبر 4 المرحلة الرابعة، ما فينا نعرض الشباب للخطر، مضطرين نلبس. نعم. الانترميديت مش بيز تمام كونفيرم. هون كمان بتكلف عندك 15,000 مهمة منهم بالشهر، مضطرين نلبس غير الفول بيز. هذا الموضوع مكلف. أما ومع احترامي لكل الوزارات والسلطات اللي عم نتعاون وتنسيق كلنا سوا، ما اجينا ولا من ال هلا بالمبدا بالسرايا تحت الكوارث تحت رئيس الحكومه في تجاوب كثير طلب الموضوع كله طلبين حطيناها من برا وكنت معايير المطلوبه. ونحن انفرنا للعقوب نفوت بالسوق السوداء ونشتري هالكتير تنضلنا نكتب، لانه كانت اجت الطلبيه ما فيك توقف الشركه تبعك. موضوع اساسي عم نحاول ان ناخذ تنضلنا نكفي مهمتنا، لانه صارت الشغله طلبه وحده. اليوم عندك بالشمال وعندك بالبقاع وعندك ببيروت وجبل لبنان وفي المناطق حساس اكثر، في مناطق في عدد اكثر. اليوم في اجتماع الصحه عم تطور الستايل تنشوف كيف فينا عندنا مرحله خارقه واضحه باللوكيشن نحمي شبيبتنا وكل المتطوعين ونحمي الحياه الموجوده. الو ايه انا بتصور اذا وضحت هذا الموضوع. نعم صارت واضحه استاذ جورج. يعني ولكن بهذه المرحله بهمني اعرف كم مركز انتم كصليب احمر خصصتوا لفيروس الكورونا، يعني كل مراكزكم هي متاحه للتواصل حول هذا الموضوع ولا في مراكز خاصه؟ لا نحن دربنا بلشنا ب8 مراكز وصلنا ل 25، هلا رح نطلع ل 48 مركز. نعم. وهذا موضوع بس بده تجهيز، لو دربت بده تجهيزات، من هيك تجهيزات كثير كبير. يعني مشكوره الام تي في بالنداء اللي عملته، كان ميشيل وطا فرسان غانم يلعبوا داعم الصليب الاحمر بهذا الموضوع. بس هذا موضوع يعني بادجت نحن دفعنا كثير، هودي الايكويبمنت
تستهدفهم بكل مكان، اذا حصلنا على كل المراكز، اضافه للتدريب والتوعيه، لانه نحن هذا موضوع اساسي، لانه اول مستجيب عم نكون نحن وفهمنا مشكلتين اكثر، تجهيزات المستشفى تستقبل عم تحاول تصحى لتامن لوكيشن في كل محافظه او قطاع، تامنوا مش الكل يروحوا على مستشفى الحريقه او على المستشفيات الجامعيه. وبهمنا بالريكفري المجتمع المحلي يستقبل الناس اللي بدها تنحجر او تنعزل ببيوتها او باماكن ثانيه، هيدا السايكل اللي بتعمل لك عنه. اذا بيتامن بيقدر يساعد يخفف، بصير في كنترول مضبوط على القلم وين عم تروح. نعم. اللي محافظين تجاه القيم الامين والبنكين عم تقوم بدورها موجهه بروتوكول واضحه بالمقابل. انا بدي اشكرك استاذ جورج، يعني اللي لانه يعني الصوت مش كثير واضح كان بالنهايه، ان شاء الله بوقت قريب بنجتمع معك مباشره. شكرا لك والله ديما الصليب الاحمر اللبناني، يعطيكم الف عافيه. شكرا سيدي. سيدي تحية كبيرة لأستاذ جورج كتاني ولكل بدك مغاوير الصليب الأحمر، يعطيهم ألف عافية. يعني على خطوط التماس شيء بيكبر القلب. نعم. من الأول مثل ما قال، من أول الطريق لهلأ هن عم يكونوا إذا بدك عم ينقلوا كل الحالات الصعبة، يعني كانوا أدى وفعلا عم يعملوا مجهود جبار، وإن شاء الله نقدر نساعدهم باللي عم يطلبوه. إن شاء الله ان شاء الله يا رب. اذا بنرجع لاستعراض المراحل، كنا قلنا نحن قطعنا المرحله الاولى. نعم. يعني المرحله الثانيه على شو اختصرت؟ المرحله الثانيه بس صار في حالات داخليه بقلب. نعم. لبنان مش معروفه المصدر، غير معروفه المصدر، يعني مش من بلد موبوء، صار في مرحله ثانيه انه سكرنا المدارس والجامعات. في بدايه انتقدوكم على قرار اقفال المدارس، قالوا انه بكير. هي. ليش سكرتوا المدارس بعد بكير؟ هو الفكره انه تسكير المدارس يمكن كانت، هلا انتقدونا على كثير قصص مش وقفت على هيدا، اذا بدك بنحكي فيهم نقطه نقطه اذا معنا وقت. تسكرت المدارس، في ناس قالوا لشو هلا ما وقتها عم تروحوا العام الدراسي، بس كانت مبنيه على معطيات علميه. نعم. تنمنع الانتشار. هلا المرحله الثانيه ضلت ل 15 اذار. نعم. 15 أدار بلشت المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة هي شت داون. شت داون، أنت كدولة تعمل تعميم لكل المؤسسات العامة، تخفف موظفينها للمينيموم، وللمؤسسات الخاصة السياحية والغير سياحية اللي فيها تسكر تسكر. يعني المولات، مراكز التزلج، مطاعم، قهاوي، محلات، بتخلي بس مفتوح يلي المحلات او المصالح يلي على تماس مباشر مع متطلبات، يعني طبي واكل، تخلي لهم الطب وتخلي لهم الاكل. نعم. غير هيك كل شيء تسكر 15 اذار، هيدا شت داون. نعم. 18 اذار بالليل نعمل لوك داون، وقفت الطيران المدني ذهابا وايابا، واغلقت الحدود البريه. هي المرحله الثالثه. هلا نحن ماشيين بالمرحله الثالثه. يعني الناس كل المشاهدين عم يشوفونا هلا، لازم بهالمرحله الثالثه يقعدوا ببيتهم. يقعدوا ببيتهم، يعني يلي مش مضطر يروح على شغل، يعني اذا طبيب مضطر يروح، اذا حدا بده يامن خبز مضطر يروح، بس المصالح الثانيه يقعدوا ببيتهم هالفترة هالجمعتين. يعني صحيح اقتصاديا بتوجع، بس هيدي مرحلة على الكل وبكل العالم. يعني هلا يلي بيتعذب هلا بترجع بتفتح معه بعدين، يعني لازم يقعد ببيته، يعمل سوشيال ديستانسينج بين جيرانه، يعني يقعد ببيته بلا ما تشوف الجيران. طب الدكتور اللي عم تحكيه انت كثير مهم، ولكن يعني في عمال مقاومين كانوا تواصلوا معنا. ايه؟ ونحن نقلنا هذه الشكوى والمعاناه للمعنيين، مفترض وزاره الشؤون الاجتماعيه تكون حاضره، تكون جاهزه لحتى تقدر تكون حد العائلات الفقيره والاكثر فقرا. مجلس الوزراء مشكور اتخذ قرار، ولكن آلية التنفيذ اليوم قد تكون بالتعاون مع المحافظين، القائم مقامين، بالتالي البلديات، أي جهة معنية. مفترض أنه نعجل بهذا الإطار، لأنه اللي عم تحكيه كتير مهم جدا، ولكن الأهم الناس تقدر تأكل. أكيد أكيد، يعني هيدا بيرجع لدور الحكومة المجتمعة مع دولة الرئيس. أنا بعرف أنه عم يشتغلوا ليل نهار. بعرف يعني بعرف بالرغم بعرف. من
بعرف الانتقادات وهيدا عم يشتغلوا ليل نهار، وان شاء الله يقدروا يعني يعطوا لكل شخص حقه. في كثير ناس حتنظلم، يعني في قلت لي العمال المياومين، في ناس عم تشتغل كل يوم بيوم، يعني اذا ما اشتغلوا هالنهار ما بيطلعوا شيء ياكلوه اكيد. نعم. هيدول لازم نلاقي لهم حل. دكتور، يعني نحن اليوم على ابواب او على عتبه المرتبه الرابعه، المرحله الرابعه، المرحله الرابعه، نعم. عم بيقولوا ب 29 او ليله 29 في شيء سيعلن من قبل الحكومه، ومفترض انه ننتظر ونشوف كيف رح تكون حال يعني الاستجابه بهاليومين الثلاثه. شو هي المرحله الرابعه؟ لكل اني دعي لي شو هي المرحله الرابعه؟ يعني عباره عن حظر تجول. نعم. حظر تجول بدون تفرضه القوى الأمنية على الأرض. نحن بالمرحلة الثالثة عم نطلب من الناس، من المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين، يعملوا حظر تجول من تلقاء نفسهم، بدون ما تضطر. نعم. أنك تنزل الجيش، يعني عنده القوى الأمنية عندها مهمات كثيرة، ترجع تنزلها على الشارع تتمنع الناس تتنقل. يعني مفضل أنه ما نوصلها، يعني تتكل على وعي الناس انه يستجيبوا. بس اذا كمل الوضع هيك، يعني ببعض الاماكن صار في التزام كامل، ببعض الاماكن صار في فوضى مثل كانه عايشين بغير بلد او اخر همهم، يعني حنوصل يعني للمرحله الرابعه اذا حنكمل هيك ان شاء الله. يعني كل الخير مع كل المعنيين، كلنا سوا نتجاوب معه. اذا بتسمح لي اليوم، يعني كمستشار لمدير الصحه، اكيد اليوم سمعت بموضوع الدواء والبيان يلي صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، يلي بيقول أنه رغم النتائج المشجعة عالميا لدواء الإيدروكسيكلوروكين ومستلزماته، يعني الناس ليش تهافتوا يعني على هذا الدواء؟ اعتبروا أنه هو بيشفي من الكورونا ولا شو؟ أوكي. هلأ وزير الصحة عم بيقول دايما أنه لا داعي للهلع. نوجه له تحية كثير كبيرة، يعطيه العافية. لا داعي للهلع. نعم. وفسر شو يعني هلع. الهلع قصده بانيك. يعني وقتها صار في أزمة اقتصادية، إذا بنرجع على شهرين ثلاثة لورا. نعم. وقتها في أزمة دولار، العالم ركضت على البنوك، سحبت الدولار خبتها بالبيت. هلا نفس الشيء، إجت أزمة كورونا، ركضوا العالم، اشتروا قد ما فيهم مستلزمات طبية، ماسكات، هاند جيلز، أخذوهم وحطوهم. صار في شورتج. نحن كمان ما بدنا بالدواء يصير نفس الشيء، يعني بعد اول شيء كهيدروكسي كلوروكوين، في كومبينيشن هيدروكسي كلوروكوين مع ايزيترومايسين، دراسه طلعت بفرنسا انه ممكن يساعد بمرضى الكورونا. يعني قالوا انه انعمل، عم ينعمل، يعني عينات على 40 حاله وشفوا 100%. بعد يعني مبارك. بعد تتعملها مضاعفات، تصير تكست بوك، بعد في اكيد. نعم. في مضاعفات، بس بعد يعني اذا بدك ما صارت جايد لاين، بعدها افكار تجارب، يمكن حدا بعد ثاني مستشفى ثاني او جامعه ثانيه. طب شو سبب البيان التحذيري سيدي اللي صادر عن الوزاره؟ ما بدنا الناس تركض وتشتري وتخبي عندها. الوزاره حجزت كميه منه؟ الوزاره لازم تخلي عندها، يعني نحن كوزاره كمؤسسات صحيه هن لازم يعالجوا. 5000 حبه قالوا لي على جنب للوزاره. في 5000 حبه هيدروكسيكولوكوين، وفي مستوردين، انه انتم بس تستوردوا ما تبيعوا حدا الا نحن. ما تبيعوا، لانه ما بدنا حدا يجي هلا انا والله عملت بانيك شفتها على التلي عم يحكوا خليني اروح على الصيدليه احكي الو بليز احجز لي 5 علب لالي ولا خيي ولا بنتي ولا لا. اذا كان مفيد ليش ما بنشجع بيعه؟ هيدا اللي بدي اقول. اذا كان مفيد، يعني انت بتقرب بتاخذ انتيبيوتيك بتخليه للمستشفى. نعم. بتخليه للمستشفى، يعني هن الحالات الكورونا وين عم يروحوا؟ حالات يلي حدا عم يروحوا على مستشفى رفيق الحريري الجامعي. اليوم صار في غير مستشفيات عم تستقبل طبعا. او غير مستشفيات اوتيل ديو او سيدة المعونات. امبارح بالروم كان في 6 حالات قال مستشفى سان جورج. اوكي. بيروحوا لالن، يعني هن لازم يعني الاولويه ستوك اللي موجود يروح لهالمستشفيات. لا قصدي اذا نحن اخذنا هذا الدواء واشتريناه بالبيت ما بنقعد نروح مستشفى خلاص مش بحاجه. لا ما لازم يصير هيك. ما لازم وضحها. يصير هيك. لا اكيد يعني مش وقايه. ما بينفع وقايه. مش مثل طعم الجريب يعني. بنعمله هو اذا بدك دواء للملاريا وقايه. نعم. للملاريا بس. نعم. مش وقايه للكورونا، ما بينفع للكورونا، للوقايه من الكورونا. سو بيان وزاره الصحه قال انه هدول الادويه اذا مواطن بده يحصل عليهم بده بريسكريبشن من طبيب مختص، وصفه طبيه من طبيب مختص، وشرط انه الصيدلي يحتفظ بالنسخه عنده. وصح، ويعني لازم يكون يعني منطقيا يكون. نعم. عنده كورونا هالمريض. اوكي. طب يعني هذا الموضوع اللي انا هلا عم يعني في يعني بتلاحظ
يعني انه في اصرار من خلال الوزاره طلب من المستوردين والمستودعات عدم بيع اي من الدوائين الا بموافقه مسبقه، يعني تنختم انه الوزاره مصره على قرارها ايمانا منا باهميه المعطيات والتوجيهات الصادره عنا لحمايه الناس. قلت لي في له تداعيات، شو هي تداعياته؟ يعني اذا اخذناه بطريقه غير طبيه غير مراقبه، دواء يعني بيأثر على البون مارو، ممكن يعمل مضاعفات مثل انيميا او بليتلت ترومبوسايتوبينيا، وبيأثر على الكبد. يعني نعم. اخذوا مش ك يعني ما فيك تاخده كانه والله دواء ما بيأذي، انه والله حبه بنادول روح على الصيدليه اشتريها. لا، بدنا ناخده، بدها تكون حاله كورونا مثبته وضمن متابعه طبيه واكيد بكل الاحوال بعد ما تاكد انه حينفع. اوكي، يعني هذا كله دراسات. نعم، يعني اليوم يلي عم بيتابعنا، يعني احنا سمينا مستشفى الحريري وباقي المستشفيات يلي ابتدات انه تستقبل الحالات الخاصه بكورونا، ولكن معالي الوزير باللقاء معنا كان قال انه رح تتجهز مستشفيات حكوميه نعم. بكل المحافظات اللبنانيه لحتى تكون قادره. نعم. والكل بيعرف انه منقول بدها تتجهز، يعني قد تغيب الامكانيات الماديه المتطلبه لهذا النوع من التجهيزات، ولكن انا بدي اروح للمساعده، مساعده البنك الدولي وتسهيل يعني المساعدة اللي أو الرصيد اللي هو كان حدده لهذا الغرض وغيره. قديش قدرنا نحن نستخدم هذه المساعدة لهذا الغرض اللي حكي عنه معالي الوزير؟ أول شيء إذا بتسمح لي أحكي عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي. موجه تحية وتحية كثير كبيرة كله لهالأبطال، يعطيهم ألف ألف عافية، مديره دكتور فراس الأبيض، لكل الطاقم الطبي والإداري اللي هن كمان يعني هن والصليب الأحمر خط الدفاع الأول. نعم. هن على الجبهة، هم قاعدين ورا عم ننظر عليهم. نعم. ونقول لهم، بس هن عن جد هن على الخط الدفاع الاول. هلا مستشفى رفيق الحريري في 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 جناح خاص، في مبنى خاص مجهز للكورونا منفصل عن المستشفى. هيدا المبنى فيه 120 سرير، 120 سرير فيه كانتنسيف كير يونت عناية فائقة، فيه 8 أسرة وفيه زيادة 4 أسرة under negative pressure، هدول بيكونوا معزولين يعني 12، وفيه emergency room special لقلو فيها 8 كل سرير. كل المستخدمين اليوم حاليا تقريبا نص الكاباسيتي تبعيته عباية، اللي مثلا من أصل 120 تقريبا في 60 حالة موجودة بمستشفى رفيق الحريري، في النص الثاني فاضي. هلا بتقلي وين الحالات الباقيين؟ دليل شو؟ للي عم يسمعونا دليل، يعني دليل انه الوضع تحت السيطرة. سيطرة. الوضع تحت السيطرة، نحن عم نعمل كل هالشيء تما يخرج عن السيطرة، لأنه بس إذا لحق وخرج عن السيطرة خلص. نعم. صرنا يعني بنصير مثل غير البلدين. ما بنعود نلحق. نعم. سو مستشفى رفيق الحريري الجامعة هلا بنص الكاباسيتي، قادر يستوعب أكثر. بتقلي وين في 267 حالة وينني؟ نعم. اوكي، في 267 في قسم منهم بمستشفيات اوتيل ديو او معونات مقسمين، وفي قسم كبير منهم حوالي 50 شخص ببيتهم. نعم. ببيتهم ليه ببيتهم؟ لانه ببيتهم كحجر صحي منزلي ما عندهم عوارض. نعم. يعني تستد بوزيتيف بالبي سي ار بس ما في عوارض، تنخفف الضغط على المستشفى، قاعدين ببيتهم مع حجر صحي. اوكي، ما في خوف يعدوا غيرهم. ما في خوف لانه ببيتهم قاعدين ببيتهم بغرفه لحالهم، يعني وفي متابعه. يعني انت يعني اذا انت بتعرف المشكله، بتعرف وين الخطر جاي، ما في مشكله لانه بتراقبه. يعني اذا بتعرف انه هيدا المريض عنده كورونا بتراقبه، بس هي المشكله انه يفوت حدا او تفلت حالات مش عارف فيها، هونيك الخطر. سو المرحلة كمرحلة أولى نحن هي الوضع هيك. المرحلة الثانية في مستشفيات، إذا بتحب أقول لك هون بعدد لك. تفضل يا ريت. أوكي، أنا ما بدي أضجر المشاهدين. لا تفضل، لأنه هيدي شغلة يعني مثل ما بنقول توعوية وكل الناس بيكونوا هن ناطرين. تفضل. أوكي، المرحلة الثانية في المستشفيات الحكومية. نعم. حبلش طرابلس، مستشفى طرابلس الحكومي. نعم. أوكي، في 16 سرير مخصصين للكورونا، وفي 7 أجهزة تنفس. بلشوا يستقبلوا ولا بعد؟ لا بعد. شو ناطرين؟ بعد ناطرين هلا. يعني المرحلة الثانية إذا بدك، طالما مستشفى رفيق الحريري جامعي عم يستقبل ما بيتحول. اوكي، يعني هيدا أمور لوجستية، إنه أيمتى مش إنه حدا من طرابلس بنقول له تفضل على طرابلس، لا، أنتوا مركزين على المستشفى المركزي هلا رفيق الحريري. نعم صح.
طرابلس عنا الياس الهراوي الياس الهراوي زحلي نعم. 19 سرير اوكي ثلاث اجهزه تنفس مستشفى نبيه بري الجامعي النبطيه نعم. في 22 سرير للكورونا في نعم. خمس اجهزه تنفس الهرمل مستشفى الهرمل 20 سرير نعم. ثلاث اجهزه تنفس بعلبك الحكومي 22 سرير نعم ست اجهزه تنفس صيدا 8 أسرة أربع أجهزة تنفس بنت جبال 25 سرير ست أجهزة تنفس مشغرة الحكومة نعم 40 سرير وأربع أجهزة تنفس بشري نعم 22 سرير وجهازين تنفس مستشفيات حكومية كلها كله حكومية نعم. حلبة أوكي. حلبة تسع أسرة وثلاث أجهزة تنفس اصطناعي وفتوح كسروان البوار 20 سرير وثلاث أجهزة تنفس ستعتمد هي مركزي البوار مثل ما عم ينحكى هيدولي كل اللي سميتهم هن مستشفيات المرحلة الثانية يعني ولكن عم ينحكى أن البوار رح تكون هي يعني المركز الأكبر مركزيا أو لا مزبوط مزبوط في يعني في أنا ما في إعلنا أنا يعني هذا معالي الوزير بيعلن رسمي في تخطيط لمستشفى البوار أنه يكون مركز ل يعني مركز استقطابي لمرضى جبل لبنان يعني حيتجهز بطريقه انه كمان يمكن التستينج بلاتفورم حتكون فيه بس هيدا دكتور عبود يعني اليوم انت حضرتك عم تعطينا اسامي المستشفيات يعني عم تلاحظ اسر اجهزه التنفس اقل يعني ماذا لو كان في حاجه اوكي هلا تقلك اول شيء بشكل عام بشكل عام إذا لا سمح الله نعم. ما بدنا نوصل لهالمرحلة لا ولكن نحن خلينا نكون واعيين على كل المراحل المقبلة حتى ما نكون بانيك بعدين أو نكون بحالة أوكي. هلع إنجاز التعبير تفضل أوكي في المرحلة الثالثة نعم المرحلة الثالثة بدك تزيد مستشفيات حكومية زيادة ويفوتوا مستشفيات خاصة هلا بلشوا المستشفيات الخاصة يستقبلوا كم وحدة يعني مستشفيات جامعية بس نعم. بدك تفتح المستشفيات عم نحكي على رزق الجامعة الأمريكية اوكي بنحكي يعني بدك تصير مقاصد سكريكور بهمن عين يعني في ليستا مدروسه معونات اوكي توتل اذا بدك اذا وصلنا لمرحله تفضل اذا بدك القصوى نعم في اجهزه تنفس بكل لبنان في حوالي 1000 جهاز تنفس نعم بكل المستشفى العامه والهيدا بده هيدا وفي كمان نعم انت سالتني حضرتك على كارد البنك الدولي اوكي تنزيد كارد البنك الدولي تنزيد تجهيزات قبل اول ما استلمت الحكومه واستلم معالي وزير نعم. الصحه كان في ازمه سيوله هيدا الشيء نعم كارد البنك الدولي شكل معالي الوزير فريق عمل جديد وكان في ثغرات او مشاكل بكارد البنك الدولي كلها انحلت ذللت ميرسي زللت ومشي الكارد يعني 150 هو اجمالا 150 مليون دولار 320 رعايه صحيه اوليه كانوا 30 مليون تجهيز مستشفيات نعم. من قصر ال 120 مليون حيكون في 39 مليون دولار لازمه الكورونا نعم وهلا يعني صار فيك تبلش تصرف اكيد في للصرف في ضوابط يعني ما فيك بدك تعمل مناقصه بدك يو ان بيزد ايجنسي هي تعمل بروكيورمنت بس السيوله تامنت هلا أوكي. يعني هذا الكارد هلا مؤخرا شيء جمعة زمان صار فيك تصرف منه وفي كمان اذا بدك الهيئه العليا للاغاثه من عملت صار في فند تقدر تصرف منه في هبات برعايه المليار طلب منها الرئيس حسان دياب تعطيكم مليار لان نائب عاصم عراجي قال في كمان 10 مليون دولار مخصصين يعني للكورونا صح. صار في وصار في كمان جمعيه المصارف تبرعت في الهبه الكويتيه في كثير تبرعات صار في سيوله هلا صار فيك صار فينا شو تطلب صار عندك امكانيه ان شاء الله طلب فنتيليترز دكتور سؤال بديهي بيطرح نفسه في حدا مصاب كورونا يعني ممكن يشفى منه يكون هو مش عارف يعني بيمرق فيه ولا في له عوارض قد ترافق الكورونا بكل جسم انسان حسب مناعته 80% نعم. 80% من الحالات عم تكون فيري مايلد يعني عادي دايسه ايه يعني بتفكر وجع عزلعيم شويه رشح بتفكر انه رشح عادي ما له دواء لا حتى بالبيت بصح اذا ما راح على المستشفى صح
بصح ما في خطر عليه، يعني هل 80% ما في خطر على حالهم، مشكلتهم انه بيعدوا بيعدي، يعني هذا الشخص يلي عنده يعني هو ما حيصير له شيء، بحس حاله هيك متضايق شوي بيعدي غيره، بيقعد بالبيت بيعمل هيدا، هو حيصح ما حيصير له شيء، بس المشكله اذا عدا 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 وانتشرت بكل البوبيليشن. في ناس مناعتهم ضعيفه، في ناس كبار بالعمر، في ناس عندهم مشاكل بالرواية، صغار السن يعني دكتور عبود، صغار السن يعني بالحريري من يومين ثلاثه صار في ولاده، ما بعرف ما في ما في ما صح شفناها على صار في خطر على لا ابدا ابدا للصغير للصغار بالعمر ما في مشكل، هن بس كارير اكثر ما هن عم ينأذوا، الحمد لله يعني هيدي ما في خطر على الاولاد. يعني حتى عالميا كل شيء في ستاتستكس عن الاولاد الحمد لله ما في ما في ما في وفيات بالاولاد. بتسمح لي ناخذ بريك ونرجع نتابع معك اصدقائي، فاصل للاعلان ونرجع نتابع سوا مشاكل وحلول دائما عبر تلفزيون لبنان، بريك ونرجع. كل التحيات لكم المتابعين سوا مشاكل وحلول في ظل اعلان حاله التعبئه العامه يلي اعلنتها الحكومه. طبعا نحن باطار الكلام عن التجول نتوجه تحيه لكل الاصدقاء، مفترض انهم يتقيدوا بكل التوجيهات والتعليمات، لانه يا اصدقائي هدفها بس سلامتكم، سلامتنا وسلامه يلي بتحبوهم. طبعا يعني بعض الوسائل عم ينقلوا خبر انه سائق سياره عموميه احرق سيارته وتعرض لازمه هلا من شوي بمحيط المدينه الرياضيه، ردا على حاله يعني تشدد من قبل القوى الامنيه ومضطرين ينفذوا القانون، عملوا فيه محضر ضبط، ما حملته اعصابه وحرق سيارته وبقي هو الارض. فهي مناسبه لحتى نقول هذا العاع ساعات المستشار اللي حكي عنه معالي وزير الصحه، انه نحن ما بدنا نوصل لهذه المرحله من الهلع بهذه الطريقه. أول شيء خبر مؤسف، يعني بتمنى انه ان شاء الله ما يكون صار له شيء، ان شاء الله سلامته قلبه، بس انه يعني في ازمه اقتصاديه اجتماعيه نفسيه عم تاثر على المواطنين، يعني بس بدنا يعني بدنا نطول بالنا، لانه هيدا اذا بدك حرب او وباء عالمي ما عم يرحم، يعني كل العالم هيك، يعني بدنا نطول بالنا، يعني شعب لبناني يطول باله على حاله نعم. ويطول باله على وضعه، نحن نعم. شعب لبناني شعب جبار، قد ايه قطع علينا مشاكل وحروب وانتصرنا، هيدي بدنا نصبر كلها جمعتين ثلاثه ونطلع منها، يعني كلنا سوا بالهوا، يعني ما في حدا ولا انه مرتاح، كلنا بالهوا سوا، بليز اقعدوا ببيتكم. نعم سيدي، يعني بموضوع تجهيزات المستشفيات الحكومية اللي حكينا عنها، كان في مطالبة من النائبة بهية الحريري باستكمال تجهيز مستشفى صيدلة الحكومي بكل المعدات الطبية، وكانوا عم بيقولوا انه استفيدوا من المبنى القديم لمستشفى الصيدلة الحكومي الذي يقع خلف المبنى الجديد. يمكن يعني صار في تواصل مع معالي الوزير، بس انا بحطك بالصورة قديش مهم نقول انه نحن رح نتجاوب مع كل الطلبات يلي بتقول انه في عنا اماكن قد تصلح، خاصة بهذه المرحلة بعد المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية والبلديات، طلب من كل البلديات يكونوا حاضرين ومجهزين يعني بناء خاص او مكان خاص قد يستعمل للحجر الصحي. يعني مهم كثير انه بس نستعمل هذه الامكنه بنوفر على المستشفيات الحكوميه، لا سمح الله يعني اي ضغط ان شاء الله ما نقدر نوصل له يا رب. هلا اللي هلا حاليا اذا بدك عدد الاصابات كثافه المصابين عم تكون بجبل لبنان. نعم. سو الاولويه هي كلها تجهيز جبل لبنان، لانه الحالات اللي عم بتزيد عم تكون بهالمنطقه. نعم. الحمد لله انه يعني بالشمال بالبقاع بالجنوب بعض الحالات اقل. يعني ديفينتلي اكيد الوزاره بدها تلبي الطلبات، بدها اكيد بدها تحاول تساعد الكل، يعني مجبوره كل المعنيين وشو بيطلبوا بدها تساعدهم، بس بتمشي برايورتي لانه بس تقول يعني الاصابات كلها بجبل لبنان، يعني اللي شفناه امبارح على التلفزيون بشمال لبنان يعني بفسر انه يعني وان شاء الله يا رب انه تكون المحافظه خاليه وسليمه، ولكن في تخوف. ما هي مشكله، يعني اذا ما التزموا، نعم اذا ما التزموا حتنتشر. نعم. ولحقت حالات فاتت على هالاماكن يلي هن مش عم يلتزموا بالطوارئ الصحيه حتنتشر بطريقه مخيفه، يعني اذا هلا شفنا الحالات المناطق يلي كانوا شفناهم على التيلي عم يمشوا بالطرقات وبالسوق كانه ما في شيء،
هيدول اذا لا سمح الله حاله وصلت لعندهم وانتشرت بيناتهم قنبله موقوته يعني لا سمح الله يعني. مشان هيك ما بدنا انه التجول والاختلاط الاجتماعي وال يعني هيدا يوقف هلا، هيدا اهم شيء انه يوقف تم تنتشر. طب اليوم كثير مهم عم ينحكى عن الاجراءات، يعني عم ينحكى عن الوقايه يلي اعتمد عليها لبنان، وطبعا كل المصادر بتقول انه حتى في سفراء يعني دول اجنبيه واوروبيه معجبين جدا جدا بكل التدابير يلي اخذها وزير الصحه ويلي عم تنفذها مشكوره الحكومه اللبنانيه والقوى الامنيه، ولكن باماكن بيقولوا في تقصير. يعني اليوم انت كمستشار ومقرب وراء الكواليس يعني ادرى بكل الامور اللي عم بتصير، قديش ممكن نعطي حق انه في تقصير متخذ، ولا هذا هو الواقع انه بالرغم من كل شيء ما فينا نكون قادرين 100%؟ اوكي، هلا تجاوب بموضوعيه. هلا لو لبنان دوله عندها امكانيات، دوله عظمى مثل امريكا او دول اوروبا الغربيه، لو عندنا هالامكانيات وعملنا اللي عملناه هلا كنا قصرنا. بس اذا بتاخذ دوله مثل لبنان بامكانياتها وبالوضع الاقتصادي اللي هي فيه، انا بحس انه انعمل شيء رائع. لانه يعني تقول اذا بدك خذ ستيب باي ستيب، ريكومنديشنز دبليو اتش او يلي طبقناهم، يعني هيدا الاجراءات يلي اتخذت هي مش اجراءات من قبل منظمه الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه. وال اوكي، وقتها اول ما اجوا الطيران، قصه الطيران، نعم اوكي، كان اول ما بلشت الطيران الصيني بعدين الطيران الايراني، طبقنا الحجر الصحي المنزلي. الحجر الصحي المنزلي البلدان اللي حوالينا طبقوه، البلدان اللي حوالينا يلي هن اغنى منا. ما عم بحكي على بحكي نعم، يعني اذا بدك جارة العدو اللي بجنوب والدول غير سوريا. نعم. سوريا ما في داتا على الموضوع. طبقوا الحجر الصحي المنزلي، في ناس اصوات معترضه قالت انه طيب شو هذا الحجر الصحي المنزلي، اعملوا مباني، اعملوا مستشفيات، اعملوا. البعض بيقول انه لا يطبق اذا كان البيت صغير، بده يكون البيت كبير. اوكي، بس انت اذا انت بدك تجي تعمر بنايه او مستشفى او سكنه، يعني الحكي هين في انا اطلع اقول شو ما كان. طب وضح للناس شو هو شو هي كيف يعني انت اذا جبت بنايه وحطيتها وعبيت فيها ناس، في كلفه، كان في كلفه مهوله لتجهيز هالبنايات، وبدك تحطهم وبعضهم بطريقه انه ما يعدوا بعض، لانه هدول حجر صحي. اذا انت جبت مجموعه ناس جايين من السفر حطيتهم هالمبنى وتركتهم في مريض منصاب، حيعديهم كلياتهم، حيصير عندك ازمه. يعني كان حل نظري اكثر ما هو عملي. سو مشينا بالحجر الصحي المنزلي. وقف الطيران، وقت بلشت الحمله الاعلاميه انه وقفوا الطيران وقفوا الطيران. طيب ما احنا ما في خوف اذا انت عارف الخطر جاي من مطرح وانت عملت له حجر صحي، ما في خوف، ما في خوف. اذا انت بتوقع من ايطاليا انه في ايطاليا، بتعمل حجر صحي على جاي من ايطاليا، بس ما فيك توقف الطيران. واذا وقف الطيران ايطاليا توقف الطيران الكل. كنا نحن باول شباط قادرين نوقف الطيران المدني كله نظريا، في ناس قالوا وقفوا كل الطيران، بس عمليا ما كان فيك تعمل. هلا برايك قد رح يبقى المطار واقف؟ هلا المرحله قد بتحمل المرحله؟ مرحله هلا حسب يعني عندك جمعتين قد تكون الاخطر والاصعب هلا اللي عايشينه هالكم يوم. اكزاكتلي هلا المرحله الحساسه. نعم هلا المرحله الحساسه. 267 مريض اليوم. نعم. وفق بيان مستشفى رفيق الحريري. نعم. 267 267 يعني. نعم. لاي رقم يعني بتعرف اليوم مع كل التقدير لبعض الزملاء بشخصه بيوضعوا ارقام انه 500 600 بمنتصف الشهر المقبل 1000 اخر نيسان 2000 بايار 3000، يعني الى اي مدى ممكن اتباع هذه الارقام سيدي؟ يعني بلقاء على الهواء نحن عم نناشد تنوعي مش تنخوف العالم، وفعلا هذه الارقام تصيبنا بالهلع. اوكي، الرقم هو مجرد رقم، 267 بكره بصيروا 300 بصيروا 500، هذا رقم عم يزيد. كل ما تعمل تيستينج لناس اكثر كل ما حيزيد. في حالات شفاء بدنا نحكي فيها، في حالات شفاء. سو الرقم مش مهم. انا برايي الرقم مش مهم. مش مهم الزياده. يعني انا هلا
انا هلا 267. اذا ما طبقت الاجراءات هلا القاسي هلا يعني منع التجول باختلاط العالم بين بعضها، الرقم بده يزيد بطريقه اكسبوننشال. كيف يعني بده يصير يعلى هيك تصاعديه يعني ال 200 بيصيروا 1000 وال 1000 بيصيروا 3000 وال 3000 بيصيروا 6000 مثل ما عم يصير بايطاليا. هونيك ما بدنا نوصل لهون، يعني احنا بعدنا اندر كنترول. ما بدنا نوصل لهالشيء. يعني هلا الرقم بكره صار مثلا 300 350 500 هذا ماشي. ماشي، ما بدنا تفلت الامور عن السيطره. ونحن كمان ما بدنا. بالختام شو بتحب تقول اليوم كمستشار لوزير الصحه دكتور حمد حسن، انطلاقا من كل المعاناه اللي انتم هلا يعني عم بتحاولوا انكم تخففوها عن كاهل اللبنانيين والمقيمين بهذا البلد، شو بتحب تقول؟ اول شيء انا بحب اول شيء اشكر مستشفى رفيق الحريري الجامعي. نعم. واشكر الوزارة، أجهزة الوزارة، مصالح الوزارة، مديريات الوزارة اللي عم تشتغل ليل نهار ضمن إمكانياتها. نعم. لأنه يلي قاعد من بعيد بفكر إنه يعني في يحكي شو ما كان وفي تقصير وفي تقصير وليه عملته هيك وليه ما عملته هيك، بس يلي بيجي بيشوف على الأرض خلية النحل اللي عم تشتغل ليل نهار، في ناس مش قابضة معاشها صار لفترة عم تشتغل، في ناس ما عم بتنام، عم يشتغلوا ليل نهار تيقدروا يعني يبعدوا هالخطر، يعني هالخطر يلي فات علينا هذا اجتياح يبعلوا حاجز طبعا تما يفوت علينا. هدول وجه لهم اكبر تحيه لالهم. نعم. ويعطيهم الف عافيه وان شاء الله يصمدوا. بالنسبه للمواطنين يعني انا بترجى المواطنين اللي عم يحضرونا انه بليز طولوا بالكم، طولوا بالكم. وضع اقتصادي صعب معلوم، وضع اجتماعي صعب، بس هلا لازم يكون في تضامن اجتماعي، تضامن سياسي، نشيل السياسي على الجنب، نشيل كل شيء بيبعدنا عن بعض على جنب، نتوحد لانه هيدي معركه بدنا نربحها. ما في يعني حياه او موت بدنا نربحها. بليز اقعدوا بالبيت، اقعدوا بالبيت، تجنبوا الزيارات. اوكي، خليكم على التليفونات، ما تتنقلوا، اعطونا بس 10 ايام ان شاء الله خير. شكرا لك دكتور ادمون عبود مستشار وزير الصحة العامة. نحن أصدقائي لهون نوصل لختام حلقتنا، بشكركم وبشكر متابعتكم. إلى اللقاء يوم غد بحلقة جديدة، ودائما عبر تلفزيون لبنان. باي باي.